كما تعلمون السيد الرئيس، التزمت بلادنا كأغلب بلدان العالم بتنزيل خطة التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 والمتعلقة بإطار العمل العالمي الذي يعتمد على تنفيذ 17 هدف للتنمية المستدامة المفصلة في 169 غاية، وتغطي هذه الأهداف جميع مجالات التنمية وتهم جميع الدول سواء المتقدمة منها أو النامية. ما هي النقاط اللي هي سوداء؟ طيب، نذكر في البداية بأن مجلس المستشارين وعلى مدى الثلاث سنوات المنصرمة ركز على واحد العدد من القضايا الجوهرية الأساسية الكبرى اللي فيها كتلخص بشكل مكثف المعضلات ديال البلاد. إحدى تلك القضايا هي الموضوع المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، اللي هو التزام دولي دخلت فيه بلادنا ولكن تحدي وطني في نفس الوقت. ومن هذا المنطلق، ونظرا لأن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقرير موضوعاتي اللي كيرصد فيه أبرز نقاط القوة وأبرز نقاط الضعف والتحديات اللي تسائل صناع القرار في بلدنا والمؤسسات كلها اللي معنية بهذا الموضوع ديال أهداف التنمية المستدامة، فقد ارتأينا أن نعقد هذا الاجتماع اللي كنجمعوا فيه لأول مرة كافة اللجان، خمسة لجان دائمة اللي هي معنية قليلا أو كثيرا بأهداف التنمية المستدامة في اجتماع واحد، من أجل أن نعطي الفرصة للسيد الرئيس الأول لمجلس الأعلى للحسابات يقدم لنا الخطوط العريضة ديال هذا التقرير، لأن هذا التقرير اللي كيتعلق بأفق قريب هو 2030 اللي من المفترض أن البلد ينجح في ربح تحدي ديال تحقيق الالتزامات المترتبة على البلد بمقتضى هذه الخطة الأممية ديال أهداف التنمية المستدامة. بطبيعة الحال التقرير كيرصد شنو هي الخطوات التي أنجزناها حتى الآن، ولكن كيوقف كذلك على أن على حقيقة ديال أن هناك عمل كبير ينتظر المغرب بكافة مؤسساته لإنجازه من أجل أننا نكون في الموعد. وحنا كبرلمان معنيين بشكل مباشر بهذا خطة أهداف التنمية المستدامة، ودرنا فيها واحد تراكم لا بأس به، ولذلك أردنا أن نطلع على شنو هي هذه النقاط القوة اللي حرزها المغرب، ولكن أساسا شنو هما التحديات، شنو هما نقاط الضعف اللي كيخص جميع المؤسسات تعاون من أجل أنها تربحها، وهي كثيرة موجودة في التعلق بالغايات المرتبطة بهذه الأهداف 17 اللي كتحل عليها الخطة التنمية المستدامة. الهدف من هذا الشيء كله وهو أن نتيح الفرصة للبرلمانيين من أجل مضاعفة الجهود ديالهم، لأنه هما اللي معطي لهم الاختصاص بمقتضى الدستور ديال مراقبة العمل الحكومي وديال المساهمة في الإنتاج التشريعي. المشاركة ديالكم في الفيدرالية اليوم في هذا اليوم الدراسي حول 17 هذا هذا اليوم، اليوم كاين تقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات سجلته اليوم رئيس المجلس الأعلى، غادي يقدم لنا واحد التقرير اللي اسميته مدى جاهزيه المغرب لتنفيذ لي زوديدي، يعني اهداف التنميه المستدامه، اللي هي بالطبع كنمنساوش بان التزام كاين على اعلى مستوى. صاحب جلاله نصر الله انه بعث برساله في 2015 سبتمبر 2015 الى الامين العام للامم المتحده كيسجل التزام المغرب بتنفيذ هذه الاهداف. اذا اليوم خصنا نشوفوا واش جميع المؤسسات الدستوريه بما فيها حكومه وبرلمان وكذلك مجتمعات منظمات المجتمع، واش خدينا جميع التدابير من اجل اجراءات هذه. يمكن لي نقول لك اليوم بانه كاين بعض المعالم اللي كتقول بانه حنا تقدمنا شويه، ولكن كاين بزاف انواع القصور لا بالنسبه للحكومه ولا بالنسبه للبرلمان ولا بالنسبه يعني الامتلاك والتبني والتعبئه بقى ما كايناش من طرف المجتمع المدني ولا من طرف البرلمان ولا من طرف الحكومه.